صباح الخير آية. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. Thank you كثير. طبعا يعني عنوان اللي رح نحكي عنه هو اسم الشركة عندكم رنتكار اللي هو أجار سيارات اللي هو نحن قادمين على فصل الصيف. هو أي موسم يعتبر الأكثر موسم سياحي عجقة لألكم يعني؟ هلا اجمالا هو كل عيد بيكون في عجقه واكيد في كثير طلبات على السيارات، بس اكيد اكيد سمر هو بست سيلر عنا وكثير بنضغط بهالوقت، مثل ما بتعرف كون مغتربين جايين وفي كثير طلبات على السيارات. طيب خلينا نحكي آية شوي انه شو السيارات اللي عندكم كبيره صغيره؟ عنا كل السيارات اللي بدك اياها من سمول كارز لبيج كارز للوكجري كارز. نعم كل سيارة لها سعر المحدد أكيد. نعم. وبتبلش السيارات الصغيرة من $15 وتوصل ل 80-90 دولار، أكيد كلهم affordable prices. نعم. والسيارات الكبيرة بتبلش من 100-150 وتلو حسب الموديل أكيد. نعم. طيب مسؤولية كبيرة يعني الواحد يكون عنده يعني كم سيارة عندكم تقريبا؟ في منيح في عدد كبير ما بنخلص ما بننفي قد ما بدك بس انه مسؤوليه كيف يعني البروسيجرز اللي بتصير او الطريقه اللي بتصير لتأجروا فيها سياره وحتى تضلكم محافظين على الامان وعلى حقكم وحق الزبون كمان. هلا اجمالا كل سياره قبل ما تطلع اكيد بنعملها صيانه بنعملها ريفيزيون كل شيء بنشوف اي شيء ناقصها ما بنطلعها بلا ما تكون جاهزه او فيها اي مشكله بحال الزبون اكيد بتعرف كثير اي حوادث اذا بحال الزبون هون وقتها هو عامل لا سمح الله حادث اي شيء هو بتكون متكفل على الموضوع مسؤوليته اكيد ما فيها اور ريسك فيها بده يدفع اكيد تامين $500 هذا اول ذا تايم لازم هذا بده يدفع تامين اذا بده ياخذ سياره بده يحط $500 اذا ضربها إذا ضربها بس بيدفع التأمين اللي هو $500 نعم اوكي واكيد بس اذا شيء ميكانيكيا من جوا انتم مسؤولين عنه اكيد نحن مسؤولين عنه بكل شيء بس مش مفروض السيارات تكون هي مأمنه او ريسك قبل ما ياخذها زبون في سيارات بتكون مأمنه وفي سيارات ما بتكون مأمنه بس اكيد في اوكي في بعض الصور بدنا نشوفهم لبعض السيارات هلا اللي عم نشوفها شو هي انا بعيد علي شوي هذا اتس جي كلاس 2022 اي ام جي في 8 لكجيريوس هيدي تعتبر كثير نعم و كثير عامله صراحه اتس جود اوكي مع الازمه اللي عم يمرق فيها عم نشوف مجموعه من الصور وعلى الازمه عم يمرق فيها يعني اللي عم ينطلبوا هن السيارات الرخيصه الصغيره الكبيره ولا في للكل يعني لا في للكل نعم صح هي اوضاع اقتصاديه شوي بس الحمد لله نعم في سيستم بينعمل بقلب السياره انه حتى ما تتخطى منطقه معينه يعني هذا شيء موجود عندكم وقلتي لي كمان بتتابعوا قصص السرعه وما السرعه يعني على الامان يعني العامه خبرينا شوي عن هالقصه اوكي سو نحن بكل سياره في جي بي اس في كذا جي بي اس بنحطه بقلب السياره بحال صار في سرقه صار في سرعه لا سمح الله واكيد بس يتخطى سبيد ليميت معينه لحالها بتبعث لنا الارم ونحن ساعتها بنتواصل مع الكاستمر انه ما بيصير تأسرع هالقد نعم برنتكار دوت البي دائما بتعملوا اوفرز كمان خبرتيني شو الاوفرز اللي ممكن ينعملوا عدد الايام على سيارات معينه كيف بتصير الاوفرز اكيد كل واحد بياخذ سيارات على مده طويله نعم فور اكزامبل واحد اخذ فور 20 دايز بيطلع له 20% ديسكاونت يعني هيدا اكيد حتصير يعني الديسكاونت اذا واحد اخذ على مده طويله نعم وقتها تكون الفترة الأيام أكثر بيطلعوا ديسكاونت أكثر بيطلعوا ديسكاونت أكثر حسب لأنه يعني في كثير كمان بيجوا بقضوا فرصة وما عندهم سيارة 100% وبدهم إياها هل زباينكم هل هن سواح هل هن لبنانيين مغتربين هل هن المقيمين بلبنان وما عندهم سيارات في مثلا هيدا السيرفيس إذا الواحد سيارته معطلة أنتم بتأمنوا له سيارة ثانية أكيد سيارة. أكيد عندنا مينيموم رينتينج البيريود هي 2 دايز بحال حدا بده يحط سيارته بتصليح اي شيء وي كان اوفر ذم 2 دايز اكيد رنت مينيموم لازم يستاجرها على يومين ما في يستاجر يوم نو ما بتزبط انه الواحد اذا بده سياره على يوم ممكن واحد مضطر سياره بده اياها يوم جاي يوم وفاليل بده يدفع يومين يعني هي لازم تلاقوا لها حل ما بعرف خلص تكرم وين موجودين باي منطقه طريق المطار نعم
ورا مطعم الساحة في نعم. بناية زايتر اللي احنا موجودين هون. قديش لكم عمر الشركة؟ كيف بلشتوا؟ رنتا كار صار لأربع سنين نعم. من 2019 بس صرنا بالسوشيال ميديا سنتين نعم. قررنا نفوت بمجال السوشيال ميديا صح انه فيها كثير مجال اوسع وهلا الكل عم يتبعها كل سمول بزنسز عم تتبعها نعم. وفيك توسع ثرو ادز بروموشنز و عم تحكي سوشيال ميديا انه صار كل شيء عندكم اوفرز وسيارات واسعار وكلها موجوده على السوشيال ميديا كلها وين كيف فيهم يفوتوا لعندكم؟ انستغرام rentacar.lb rentacar.lb على الانستغرام مزبوط نعم. وهلا عم نعمل شيء جديد نعم. مع سيدني لوكسجري هاير اتس لايك ا كولابوريشن نعم نعم. فأي حدا بسيدني بحب أنه يستأجر نعم. سيارات نحن كمان موجودين هون. عندي سؤال، هل تأثرتوا مع ارتفاع الدولار الجمركي؟ يعني كمان سيارات صارت أغلى ومع ارتفاع يعني سعر البنزين. قل البنزين أنتوا كيف بتسلموها؟ لازم تستلموها هيك أنا بعرف ما هيك؟ أكيد بنفس الطريقة أكيد. بس تأثرت أسعار أجار السيارات مع ارتفاع الدولار الجمركي؟ هذا الشيء أكيد يعني نحن نعم. كل سيارة بنشتريها كمان تغلى نعم. علينا فهيك يعني اوتوماتيكلي بده يغلى الاجار على نعم. الزبون نعم. والازمه تقريبا الازمه اثرت على كل شيء اثرت على كل شيء يعني للاسف اي عندكم خدمه سياره مع الدرايفر مع اكيد اول تايم درايفر وفول فيول اكيد نعم. درايفر هو بضل يعبي بنزين واكيد دليفري علينا نحن نعم. بنوصل السياره والدرايفر بيجي و نعم الدرايفر من عندكم بيكون من يعني موجوده هيدي الخدمه فينا نعرف هيدي هون اسعارها تقريبا قد ايه بتبلش قد ايه بتنتهي مع وقت يكون في بلس درايفر اوكي البلس درايفر ببلش من $120 بضله معك مرافقك وين ما كان حتى بالليل نعم الصبح بس بدك وسؤال الدرايفر بضل 24 ساعه 24 hours موجود 24 hours. مع الزبون من وين ما أكيد. كان اكيد اكيد وين ما كان وين ما بده يروح الله يسعد هالدرايفر وين بينام بالسياره بصير يبدله اكيد ببدله مش أكيد. نفسه هو ذاته مورنينج شيفت نعم وهيك طبعا انتم المسؤولين بتكون عن كل شيء بصير مع الزبون خلال هالفتره هيدي مع الدرايفر اكيد نحن كل شيء مسؤولين نعم طيب انا بدي اترك هلا الحكي لك شو بتقولي للزبونات وين يلاقوكم وكيف يلاقوكم كيف يتواصلوا معكم او يتصلوا فيكم اوكي اكيد فيكم تلاقونا بطريق المطار ورا مطعم الساحه نعم. بناية زايتر فيكم تتواصلوا معنا على 71667668 عم نشوفها على الهواء للرقم تليفون واكيد كمان تلاقونا على انستغرام وتيك توك rentacar.lb او تيك توك كمان تيك توك اكيد آه. آه. وفي تويتر rentacar_lb نعم على تيك توك قد ايه عندكم بتعملوا لايفات وهيك لا ما بعملش ذات اوكي ايا انا بدي اقول جود لك لrentacar.lb طبعا انتم من المحطات كمان الاساسيه اللي بنضيفها على محطات لبنان هي للسياحه وهلا ان شاء الله تكون الصيفيه عامره ويزوروكم كتار يكونوا ويزورونا بلبنان كتار لنحرك هيك شوي الاقتصاد لانه بالفعل بلدنا بحاجه لكم مغتربين وسواح تعوا كلكم لعنا نحن ناطرينكم